أرجع طبعاً. إلى محمد الهوتي توكل على الله. في الأول بارك ألف مبروك يا محمد، ما في ريمونتادا على العين. بطل يا سفيان عندك محمد. نحن شكرا لك زميلي أسامة الأميري، هكذا هو العين، وفي لعاداته وفي لتاريخه وفي لإرثه بكل تأكيد في هذه اللحظات. هذا هو العين، هذا هو الفريق، هذا هو الشعار الذي توضع على أو توضع فوقه نجمة الآسيوية. سفيان رحيمي أحد نجوم هذه المواجهة، مباراة صعبة حبست الأنفاس، خذنا الأفضلية، عاد النصر، رجعنا تقدمنا، بعدها حسمت بركلات الحظ الترجيحية. ألف ألف مبروك سفيان. أول شيء الحمد لله، لا يوجد كلمات نوصف الحمد لله أن الفوز هذا لي أنا خاص. أشكر الزملاء ديالي على القتالية ديالهم، وأشكر الجمهور العيناوي اللي حضر. وقبل المباراة جانا اتصال من الشيخ، أنا اليوم عيد ميلاد الشيخ محمد بن زايد، أفضل هدية له هي الفوز، الحمد لله الفوز له. نشكر كل لاعبين، لأن مباراة رجال كما قلت قبل، ورجال نقول لهم شكرا، وإن شاء الله الخير جاي إن شاء الله. شو اللي يخلي سفيان تنزل دمعته في مثل هذه المواقف سفيان؟ بزاف الحوايج، الحمد لله أنني فريق العين أعطاني ثقة، ولا الجماهير المغربية أنني حضر في هذه المباريات الكبيرة. وشكرا كل طاقم سفيان، وإن شاء الله مازال الخير إن شاء الله. ننتظر منكم المزيد في قادم الأدوار، الدور النصف النهائي الهلال أو الاتحاد. ما أنا ما أبغي أروح للمباراة الثانية، ما أبغي أتكلم عن الأجواء، شو اللي دار بين الشوطين، خاصة أن استقبلنا الهدف قبل نهاية الشوط نهاية الشوط الأول. سفيان شو اللي دار، شو اللي تعزمتوا عليه وتعهدتوا عليه كلاعبين؟ شوف تبى الصدق، فريق النصر فريق كبير بلاعبينه بكل شيء، فريق كبير فهمت يعني. عادي احنا كلاعبين كسبنا هالشخصية، واننا يد واحدة، اننا نقاتل لين اخر رمق، الحمد لله هذا هو امشي. وان شاء الله نفكر مباراة مباراة، وان شاء الله لان الحين ما عرفنا منو بنقابل في النصف، بس انت منو تفضل؟ اي فريق، بس لكل فرق يعني نحترمهم، لا الاتحاد لا الهلال، فرق كبرى، بس اللي وصلنا له اليوم يعني والله الكلمات ما تطلع. الف مبروك يا سفيان. بس اهم شيء اننا اشوف الانترفيو مال اللاعبين، انا بتكون ريمونتادا، الحمد لله اتفقنا انا ما تكون ريمونتادا، الزعيم اذا حضر ما في ريمونتادا. حمسكم هذا التعليق من رونالدو؟ حمسنا الخالد عيسى.